بونجور، على سلامتكم في ديليس دو فانيدا. اليوم جبنا لكم تراك العريان. بسم الله نبداو. بون، الحاجه الاولى نواسيو 3 كيلات فرينه. بون، انا خديت هاد لو بول ما عمرتوش كامل، 3 كيلات. فوالا، هادي لا ثوازيام، ونزيدو كيلا ايدام، واسيت سمن دايب، ونزيدو كيلا ماشي معمره سكر غلاس. وهذيك الكيلا اللي كيلنا بها نعمرها بالماء، نوصلها شويه ملح والماء زهر. قبل ما ندخل الماء والماء زهر نبدا هكذا نطم في هذه لاباط بلا ما نعجنها، شغل نبسسها كما يقولوا. ندخلوا ليدام في لافارين وسكر غلاس، هكذا نطموها بيان. فوالا دو سيت فاصون. اي ابري نبداو نكبو في هذاك الماء، والماء بالماء زهر والملح غير بالعقل، حتى تنطم لنا اون بات. اي فوالا، هاي اللي كنطمت لنا قسموها. اونطرو طون خليوها تريح شويه، نروحو نواسيو اللوز. عقده تاع اللوز فيها 3 لوز وواحد سكر ماشي معمر، شويه تاع القرفه، ونطموها هكذا نواسيو لها، نرشوها بالماء زهر ونبداو نطمو فيها كوم سا دو سيت فاصون. نواسيو نرشوها بالماء زهر ونطمو هكذا بيدنا. نزيدو غير بالعقل باش ما نكتروش. وهكذا شوفوا كي يولي القوام تاعها هكذا، كي نشدوها هكذا تتعجن، مي بصح هي شغل تجي هكذا مفته. سي بون، خلاص راهي واجده. دوق نعاودو نوليو لاباط تاعنا. نبداو نفاصونيو في تشارك. هكذا نشكلو اون بوند، وهاديك لا بوند نقسموها هكذا كوم دي تريانكل، ونواسيو هكذا دو سيت فاصون. نكملو هكذا حتى تخلصنا لاباط تاعنا. اي ابري اون باديجون لي بياس تاعنا تاع التشارك، ونواسيو طويس، نواسيو فيه سوا لوز كونكاسي ولا لوز يكون افيلي. وهكذا نواسيو من الفوق حتى نكملوهم كامل، وندخلهم للفوغ 180 دوغري. شوفوا هذيك التارك تاعنا جاي شهي، جا كروسيون طريري، جاي شهي. جربوه وان شاء الله تعجبكم هاد لا روسيت. هاد لا روسيت لا فري روسيت تاع التارك تاع زمان من زمان، وحنا نواسيوها وناجحه 100%. نتلاقى في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. تبقاو بسلامه.
شكرا.